مرحبا بكم أعزائي المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: لننفتح على نور يسوع ولتساعدنا العذراء أن ننظر لبعضنا بمحبة. جلالة الملك يشارك في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لأهل غزة. الكاردينال باتسابالا يلتقي برعية جبيها وفعالياتها من الشبيبة والكشافة. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يشدد على تعاون الآباء الكهنة لحل الخلافات العائلية. وفيها أيضا مفاتيح النعمة في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. تلا قداسة البابا فرانسيس صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يقدم لنا إنجيل الأحد الثاني من زمن الصوم حدث تجلي يسوع بعد أن أعلن آلامه لتلاميذه بأن لا يحيدوا أعينهم عن هذا النور أبداً، ولا سيما في اللحظات القريبة من الآلام. وتابع البابا فرانسيس يقول: نحن المسيحيين مدعوون للقيام في مسيرة الحياة لأن نضع نصب أعيننا على الدوام وجه المسيح المشرق، ونبحث عن وجهه المملوء رحمة وأمانة ورجاء، وسيساعدنا على القيام بذلك الاستمرار بالصلاة والإصغاء إلى الكلمة والأسرار. وخلص الحبر الأعظم كلمته بالقول: لتساعدنا العذراء مريم المشرقة بنور الله على أن نبقي أنظارنا ثابتة على يسوع وأن ننظر إلى بعضنا بعضا بثقة ومحبة. حذر جلالة الملك عبد الله الثاني من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيزيد من خطر توسع الصراع. وأكد جلالته ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء، مشيرا إلى أن الأردن سيواصل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأشقاء في القطاع. وحذر جلالته من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وما يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردني لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة. على صعيد آخر، شارك جلالة الملك عبد الله الثاني في عمليات الإنزال الجوي على غزة التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأهل في غزة. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية: إن مشاركة جلالتي تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي القطاع. وكان جلالة الملك قد تابع بشكل مباشر مراحل تجهيز وتحميل الطائرات قبيل إقلاعها من قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية. واستهدفت هذه الإنزالات إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر من خلال إسقاطها على ساحل غزة في عملية تمت بدون أجهزة توجيه للمظلات واضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة. اختتم غبطة الكاردينال بير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين زيارة رعوية قام بها إلى كنيسة القديس بولس الرسول في جبيها استمرت 3 أيام. ولدى وصوله إلى الكنيسة كان في استقباله كاهن الرعية الأب سامر مدنات ومجلس الرعية وفعالياتها من شبيبة وكشافة والأخوية المريمية للأمهات. وخلال الزيارة رأس غبطته عدة قداديس إلهية بحضور جموع من المؤمنين، كما قام بعدة زيارات شملت الجامعة الأردنية والتقى بالحكام الإداريين في المنطقة، وزار كذلك مدرسة وروضة البطريركية وتبادل الحديث مع الهيئة التدريسية واستمع إلى مطالبهم، والتقى كذلك بأهالي الطلبة وأشابينهم وتفقد التلاميذ في صفوفهم، ثم زار عددا من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض عائلات الرعية في بيوتهم. وتضمنت جولة غبطتي زيارة ديوان عشيرتي الحجازين والعكشي، وذلك في مقر جمعية رواب مؤاب بعمان بحضور عدد من الكهنة والراهبات من العشيرتين وجمع من العائلات. واختتمت الزيارة وهي الأولى للكنيسة بعد تنصيبه كاردينالا بلقاء موسع مع فعاليات الرعية وتعرف على واقع حياتهم، وتبادل معهم جملة من الموضوعات ذات الشأن الكنسي وأوضاع المسيحيين في المنطقة. وأكد الكاردينال باتسابالا دعمه المتواصل للكنيسة في غزة واطمئنانه الدائم على الرعاية في ظل الصراع القائم هناك.
افتتح غبطة كيريوس كيريوس تيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن مقر بيت العائلة المسيحي في المملكة بحضور المطران خريستوفوروس عطلة وقدس الأيكونومس إيرينيوس مدانات مسؤول بيت العائلة ومكتب الزواج وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة. وفي حديث غبطته شرح أهمية بيت العائلة كمركز يعنى بتوعية ودعم ومساعدة العائلة والأفراد، لافتا إلى أهمية الحياة الروحية وسر التوبة والاعتراف والأبوة الروحية لتكون عملا متكاملا لخلاص الإنسان. كما شدد غبطته على تعاون الآباء الروحيين مع بيت العائلة ومساعدة الآباء الأخصائيين للرعاية المنتشرة في المملكة. ويتركز دور بيت العائلة المسيحي لإصلاح القضايا الأسرية وحل المشاكل والخلافات العائلية. من جهة ثانية، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة الأقمار الثلاثة في دبين بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وسط حضور رسمي وشعبي مهيب. وفي نهاية الخدمة أقام سيادته خدمة تقديس الماء مكرسا الكنيسة الجديدة والشعب الحاضر بالماء المقدس، ثم دعا سيادته جمهور المؤمنين الحاضرين للمشاركة الكهنوتية لكافة الرعاية في هذا البلد الآمن لخدمتهم، رافعين الصلوات أن يرحم الله فلسطين المقدسة وغزة بشكل خاص، وأن تتوقف الحرب الدموية فيها ويمنحها السلام. ثم قدم للسيد عيسى نصيف عودي باسم الإكليروس والرعية عربون شكرا وتقديرا لتبرعه السخي لهذا المشروع الذي يقدم الخدمة للجميع بشفاعة القديسة والدة الإله وشفعاء الكنيسة. ويشار أنه أثناء حفريات كنيسة الأقمار الثلاثة تم اكتشاف كنيسة قديمة تحت الأساسات تعود إلى القرن الرابع الميلادي، حيث تشتمل أرضية الكنيسة القديمة على فسيفساء تم نقلها ووضعها بأرضية الكنيسة الجديدة. بركة كبيرة إنه حلم كان في قلب كثيرين منا من الإكليروس ومن الشعب، حلم موجود عند الشبيبة وحلم موجود عند كثير من فئات المجتمع الأردني في هاي البطريركية المباركة، بطريركية القدس أم الكنائس. حلم كان إنه يكون في عنا مركز أرثوذكسي، مركز للمؤتمرات، يكون في عنا مركز مخيمات للشبيبة، يكون في عنا مركز اللي يحتضن كل فعاليات الكنيسة في بطريركيتنا المقدسية وخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية. بلدنا الأردن بلد آمن ومستقر، وعشان هيك بنعمة ربنا وبحمايته الإلهية وبحكمة جلالة الملك وكل القائمين على هاي الدولة المباركة وبالأخص جيشنا العربي وقوى الأمن، بلدنا بأمان أبنائي في شرق أوسط مضطرب، في شرق أوسط ملان بالحروب، ولكن الحمد لله. واليوم صلاتنا من أجل وطننا الحبيب الأردن حتى يبقى آمن ومستقر. ربنا يحمي هذا البلد حتى يقدر يضل حاضن. ومن هون كانت الفكرة إنه يكون هذا المركز المهم للبطريركية المقدسية، هاي الكنيسة اللي هي كنيسة 2000 سنة بهاي البلاد المقدسة، اللي هي شاهدة للهوية المسيحية ولأصالة هاي البلاد المباركة المقدسة. ودعت الرعية اللاتينية في الأراضي المقدسة سيادة المطران جمال خضر قبل انطلاقه في مهمته الجديدة في الصومال وجيبوتي. المزيد في التقرير التالي. معلم واجب وخلاصي، أن أشكرك في كل زمان وفي كل مكان. بدعوة من رئيس المعهد الإكليريكي للبطركية اللاتينية الأورشليمية قدس الأب برنارد بوجي، أقيم قداس شكر لله تعالى في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالا من أجل سيادة المطران جمال خضر دعيبس الأسقف المعين على أبرشية جيبوتي والصومال، وبحضور البطريرك ميشيل صباح والنائب البطريركي للسريان في القدس والأراضي المقدسة والأردن المطران مار يعقوب أفرام سمعان، والنائب البطريركي العام المطران ويليام الشوملي، ورئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس المطران عطلة حنا، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون ونائبه الأب إبراهيم فلتس، والمطران بولوس مارقوتسو.
وعدد كبير من الكهنة ممن حضروا من روما والأردن والجليل والقدس، وحشد من الكهنة من مختلف الكنائس الذين اجتمعوا حول المذبح لإقامة قداس الشكر بحضور عدد كبير من الرهبان والراهبات وطلاب المعهد الإكليريكي وممثلي المؤسسات ورئيس البلدية الأستاذ عيسى القصيص وأهل المطران من الزبابدة والمؤمنين وأبناء الكنيسة. تخلل القداسة كلمات شكر للمطران دعيبس الذي بدأ مسيرته الكهنوتية في المعهد الإكليريكي وخدمته الكنسية الجليلة والأمينة التي قام بها كنائب بطريركي ورئيس سابق للمعهد، وأيضا خدمته في المواقع والمناصب المختلفة في الأبرشية. بطلب من قداسة البابا أتوجه إلى هذه الرسالة الجديدة إلى هذا البلد الجديد لكي أخدمه كأسقف لدولة جيبوتي. جيبوتي هي على الحدود ما بين العالم العربي والعالم الإفريقي، وهو جديد نوعا ما بالنسبة لنا، ولكن طلب قداسة البابا هو علامة على هذه الثقة بالبطريركية اللاتينية وبكلوريسها حتى نخدم هذه الكنيسة. فنستعد للانتقال إلى هذا البلد، ورسالتي هي أن الكنيسة في الأرض المقدسة هي كنيسة منفتحة على العالم وليست منغلقة، دائما كانت منفتحة على العالم. من هذه البلاد خرجت البشرة السارة إلى العالم أجمع، ولا نزال نحمل هذه الرسالة في أن ننقل البشرة السارة إلى الجميع في مختلف البقاع والأماكن من خلال عمل الكنيسة، من خلال العمل التربوي، من خلال المدارس، من خلال أعمال المحبة، من خلال كاريتاس على سبيل المثال. هذا رسالة تقوم بها، وهذا يحسب لكنيسة الأرض المقدسة بأن تعيش هويتها، أن تكون منفتحة على العالم وأن تقوم بهذه الرسالة في مختلف الأماكن. لنصلي من أجل هذه الرسالة الجديدة، لنطلب من الله أن تكون عمل الكنيسة هو عمل مثمر في هذا البلد، ولننقل البشرى السارة بيسوع المسيح إلى مختلف بقاع العالم. كما ألقى غبطة البطريرك ميشيل صباح كلمة شكر فيها المطران جمال على مسيرته، متمنيا له كل خير في مسؤوليته الجديدة كأسقف معين على أبرشية جيبوتي والصومال. وبعد انتهاء القداس التقطت صور تذكارية مع المطران جمال، وأقيم وداع في قاعة الكنيسة بحضور المطارنة والكهنة والمؤمنين. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة سيدة البشارة. وفي الأرض المقدسة أيضا وبدعوة من الأمانة العامة للمدارس المسيحية في القدس، انطلق حوالي 500 طالبة وطالب مسيحي من 15 مدرسة من مدارس القدس للمشاركة في مسيرة درب الصليب على خطى المسيح، وذلك في المكان ذاته الذي شهد قصة الحب العجيب قبل 2000 سنة، حيث تضرع الأطفال المشاركون لأجل السلام في غزة وسائر الأراضي المقدسة. وقد أقام الطلبة قبل المسيرة صلاة خاصة، ثم انطلقوا حاملين الصليب وداعين كي تتوقف هذه الحرب ويعم السلام في هذه المنطقة. واختتمت الصلاة داخل كنيسة دير المخلص الرعوية برسالة وجهها حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون للطلاب، مؤكدا فيها ضرورة تمسكهم بالرجاء في ظل الظروف الراهنة واستمرار الصلاة من أجل العدل والسلام في غزة وسائر فلسطين. شارك في هذه المسيرة عدد من الكهنة والرهبان والراهبات وجمع من الطلبة وذويهم.
أقام منتدى حائط المدينة الثقافي في إربد ندوة بعنوان الوئام منجزنا الوطني، المزيد في سياق التقرير التالي. تحت عنوان الوئام منجزنا الوطني، هالندوة الثقافية الحوارية نظمها منتدى حائط المدينة الثقافي بالشراكة مع مبادرة دروب الثقافة والسياحة والتراث الأردني تحت رعاية المهندس عامر النصراوي الرئيس الفخري للمنتدى، لتحتضن قاعة بلدية إربد الكبرى بمحافظة إربد هالندوة. وكان في حضور لعدد من وجهاء إربد والمواطنين. الأب نبيل حداد رئيس مركز التعايش الديني هو ضيف الندوة، اتحدث عن أهمية التعايش الديني بالمجتمع لقناعة الجميع بأن الوئام هو طريق للعيش المشترك بين عموم الناس بغض النظر عن لونهم، جنسهم أو حتى معتقدهم، وكمان بعيد عن أي نوع من أمراض التعصب. في هذا الشهر نحن نحتفي بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، وتأتي هذه الأمسية في نطاق البعد الأردني والفهم الأردني والإرث الأردني والرسالة الأردنية التي هي تعبير عن تكوين هذا الوطن بملامحه، ملامح القداسة والخير والمودة وهذا التراحم الذي وصلنا إليه بفضل إيمان الأردنيين بالسماء أولا، ثم بمسؤوليتهم على حمل موروثهم الإنساني الذي حققه الآباء والأجداد. في هذه الأيام نحن لا نتحدث عن مواجهة خطاب كراهية، بل نتحدث عما هو أبعد من ذلك، نتحدث عن وئام. هذا الوئام الذي يتجسد استنادا إلى قيمنا الروحية والدينية والإنسانية المشتركة، وفي الوقت نفسه يعزز هذه اللحمة وهذه الوحدة التي من شأنها أن تعود بالخير وبالثمار الطيبة على مجتمعنا. واليوم بلدنا سجل حافل بتاريخ طويل من التعايش بين الأديان والإخاء، وبعد مرور عقد من الزمن بالمبادرة أو الاقتراح اللي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو أسبوع الوئام العالمي واللي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبيتم الاحتفال فيه بالأسبوع الأول من شهر شباط من كل سنة. ومن بعد كلمة الأب حداد انفتح المجال أمام الحضور لطرح الأسئلة والمداخلات، وبالختام تم تكريم الأب حداد بأجواء كلها محبة وسلام. التعايش مش يوم ويومين أو ساعة وساعتين، هو عمر بنعاش مع الإنسان، هو موقف، هو كلمة. فشهادة إيمان بني هاني بتمثل صورة التعايش في إربد. اليوم بمحاضرة يعني هدفها الأساس إن التعايش مع الأديان، وأنا من خلال تجربتي السابقة، تجربة في عام 2019 كنت بالتعاون مع ست هيفا حداد بترحم على روحها، لما عملنا إفطار للأيتام، إفطار لجمعية أمل الغد في جمعية آل حداد، وأنا كنت معزبة في هذا المكان وكانت تجربة رائعة كثير كثير كثير. وهذا يدل على شيء، يدل على التعايش بين الأديان واحترامنا للدين المسيحي واحترامهم للدين الإسلامي. استقبلونا بكل صدر رحب ويعطيهم ألف عافية وشكرا لكم. الرسالة السامية للقاء أو الندوة هو المحبة والسلام، وهذا ما أكدت عليه السيدة زينب الناطور رئيسة المنتدى بمقابلتها. إحنا هدفنا من هاي المؤتمر اليوم كان إنه كيف التعايش مع ما بين الدين الإسلامي وبين الدين المسيحي، وإحنا طول عمرنا إحنا وأخواننا المسيحيين أخوة، مبني على المحبة والسلام، وربنا يعني أمرنا بالمحبة والسلام بين الشعوب والأديان. والحمد لله اليوم يعني أنا كنت مبسوط كثير، أنا والمهندس عامر يعني هو صاحب الفكرة، وأنجزنا بخلال يعني كم يوم هذا المؤتمر، والحمد لله رب العالمين. إنه إحنا بخطتنا القادمة إن شاء الله رح نعمل مؤتمرات مماثلة مع أخواننا المسيحيين وكمان مع الأديان الأخرى، فهذا إحنا شرف إلنا إنه إحنا نكون أصحاب رسالة، رسالة محبة وسلام لجميع الأديان. رسالة السماء هي رسالة سلام، محبة وعدالة، بالإضافة لكرامة الإنسان. في الدين هو محبة ومعاملة، ومحبة الغير هي أسمى رسالة
كما دعا إلها السيد المسيح إلى كل المجد. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد. بدعوة من بيت الذاكرة التابع لشبكة متحف القدس، أقيمت في قاعة فيصل الحسيني بعمان فعالية بعنوان صحفيون في مرمى القصف. اشتملت الفعالية التي شارك بها شخصيات وطنية ونقابية ودبلوماسية وإعلامية على معرض صور لنحو 130 صحفيا فلسطينيا استشهدوا خلال الحرب الدائرة على غزة، إلى جانب عرض فيديو لعدد من صحفي القطاع الصامدين على خطوط المواجهة مع العدو الصهيوني. وخلال الفعالية أطلق الحضور نداءً للجهات الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة وحقيقية لحماية الصحفيين في غزة من الاستهداف المتعمد والمباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي الختام جرى افتتاح قاعة تتبع بيت الذاكرة باسم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقلة التي اغتيلت برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لمواجهات مع جيش الاحتلال في جنين. كما تم تكريم سفيرة جمهورية جنوب إفريقيا تشيلاني موكوينا ومنح وسام القدسي تقديرا لوقوف دولتها المناهض للاحتلال الإسرائيلي. وقد أشاد الإعلاميون المشاركون بالنتائج التي خلصت إليها الفعالية. مثل ما شفنا اليوم وشاهدنا هذه الفعالية التي أقيمت من أجل التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين اللي بأرض الميدان وبيغطوا أخبار الحرب في غزة وأيضا اللي استشهدوا في الحرب من خلال عملهم البطولي اللي بعتبره أنه عمل بطولي اللي قاموا فيه في تغطية الأحداث بغزة. ومثل ما بتعرفوا أنه الصحافة الغربية منعت من الدخول إلى غزة وتغطية الأخبار لإجراءات مارستها دولة الاحتلال بعدم السماح لهم في التغطية، فقامت طبعا الصحفيين الغزاويين والصحفيين الفلسطينيين في غزة والأراضي المقدسة والأراضي الفلسطينية بتغطية هذه الأحداث، وواجب علينا كلنا أنه نحمي هدول الصحفيين، ونحن كصحفيين وإعلاميين كمان أيضا اللي منغطي الأحداث والأخبار الصحفية بكافة الميادين وبكافة المجالات، أنه ندعم ونتضامن مع هذا النداء اللي بيدعو إلى حماية الصحفيين في أرض المعركة واللي بيغطوا هذه الأحداث. بكل القوانين الدولية اللي فيها هذه القوانين حماية الصحفيين اللي بغطوا هذه الأحداث، طبعا هذه ممنوعة مثل ما احنا عم نشوف من خلال الأخبار كيف الصحفيين عم بيتعرضوا للاغتيال وبيتعرضوا للقتل والتنكيل والتعرض لهم لعائلاتهم لأولادهم أيضا. والقصص كتير اليوم شفناها من الصحفيين الغزاويين اللي غطوا أحداث غزة كيف تنكلوا فيهم في عائلاتهم واستشهدوا أطفالهم وأهليهم. أعزائنا المشاهدين، جولتنا الميدانية لهذا الأسبوع ننتقل بها وإياكم إلى مدينة الزرقاء، أحد أكبر ثلاث مدن في المملكة. إلى هناك. بالزرقاء تلقى طيبة وملقى، يا محلى بسمتهم من عيونهم تعرف قلوبهم، الزرقاوية زقورتية ومن عوايدهم الحنية والنشمية. تعتبر الزرقاء ثالث أكبر محافظة في المملكة الأردنية الهاشمية، تنسب لنهر الزرقاء اللي كان ثالث أكبر نهر ببلاد الشام. والزرقاء اليوم واحدة من أكبر المدن الصناعية والتجارية. التجارة كانت هي نابعة، كل التجار الكبار كلهم كانوا بدايتهم بالزرقاء. تجار عمان أكتريتهم وأكترية تجار عمان كانت بدايتهم بالزرقاء، لأنه كانت الزرقاء أول إشي ولهلا أجارات ترخيصة، منطقة شعبية، وكان في عندنا المعسكرات ساعدت على أنه تضلها بالزرقاء، يجوا التجار كلهم بالزرقاء. نحكي شوي عن شارع السعادة واللي كالعادة فيه محلات عدة ومتنوعة وكلها روعة. على ما أعتقد سمي بشارع السعادة لأنه كان هناك رجل يبيع ويشتري في الأراضي وكان اسمه سعادة عياش، وفي له بنايتين كانت هناك، فأكثر المواطنين كانوا يقولوا هاي لسعادة عياش، سعادة عياش، وين عند بنايات سعادة عياش؟ شارع سعادة عياش.
لا أعتقد أنه هذا المنطلق اللي سموه باسم السعادة. وفي بوسطها روعتها، قصر شبيب روماني المنشأ، رغم تقلبات الأيام إلا أنه صامد وثابت، ويعتبر من أبرز القصور التاريخية والأثرية. الزرقاء بتحاكي العراقة والأناقة، شعبها، تاريخها، وماضيها وحاضرها. في المنتدى السعودي الإعلامي الذي عقد في الرياض، اشترك غبطة الكاردينال لويس روفائيل ساكو مع نخبة من علماء الدين والناشطين في الإعلام بموضوع حوار الديانات وتعزيز ثقافة السلام والأخوة والعيش المشترك. وقال غبطته: تمارس وسائل الإعلام بكل أشكالها نفوذاً كبيراً على الأشخاص والمجتمعات بشكل مؤثر على تفكير الناس وقراراتهم وسلوكهم، داعياً لأن يحمل الإعلام رسالة في تعزيز الوعي عند الناس ويساهم في تربيتهم بشكل سليم. وأوضح الكاردينال ساكو أن دور رجال الدين هو أساسي لتربية الناس تربية سليمة على أساس الأخوة والسلام وحفظ حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وأنه بهذه الطريقة المنفتحة والمستنيرة يمكن مكافحة الإرهاب وتفكيك الأيديولوجية الاجتماعية المتطرفة التي تهدد الأمن الوطني والعالم. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومتميزة وعنوانها مفاتيح النعمة، حيث استضاف البرنامج في الاستوديو سيادة المطران يوسف متى رئيس أبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الكاثوليك، فتحدث سيادته عن أثر النعم المتكررة الآتية عن طريق يسوع من خلال الروح القدس، حيث أكد المطران متى أن النعمة هي حضور الله بيننا لكي يستمر عمل الخلاص. فإلى هناك نتحدث على موضوع نعمة ربنا، مفاتيح النعمة، مفهوم النعمة بحياتنا، لأنه أحياناً كثير نحن بنسمع كلمات بس ما بنفهم شو معناها الحقيقي وإيش أثرها في نفوسنا كمؤمنين. بنقول نعمة بالنعمة والنعمة، شو هي النعمة؟ معطاة، كيف النعمة؟ كيف باخذ النعمة؟ هل أنا عايش في النعمة؟ مش عايش في النعمة؟ ما هي النعمة؟ تعريف النعمة بحياتنا. فسيدنا أنت يعني كنت في اختيار الموضوع لأهميته، وأنت مدرك أهميته لنفوس البشر، فتخبرنا عن النعمة. طبعا قبل ما نفوت في تعريف النعمة، الصلاة اللي بلشنا فيها هذا اللقاء هي للروح القدس، وفي الأخير منقول وخلص أيها الصالح نفوسنا. هذا الحضور الإلهي في حياتنا نحن كمسيحيين، هذا هو أساس النعمة، أن يكون الله حاضر فيك، أن يكون الله عايش فيك، وبالتالي أنت تعكس صورة الله وتعكس تعليم الله نحو الخارج. هذه النعمة. والسيد المسيح عندما تكلم عن الحياة الأبدية لأن نكون مع الله، حكى أن نعرف الله والذي أرسله يسوع المسيح. فالنعمة الإلهية التي تأتي من الله الآب أتتنا بيسوع المسيح الذي أعطانا نعمة الخلاص. بعد أن كنا أموات بالخطيئة صالحنا الله بابنه يسوع المسيح، وهذه النعمة متكررة ودائمة واستمرارية من خلال حضور الروح القدس فينا. نعم. فهذه الثلاثية اللي نحن نؤمن فيها بالأخير هو الله واحد، عبارة عن طريق نحن منعيشها. نحن مخلوقين على صورة الله، وهذه النعمة الأساسية اللي فيها خلقنا أن نكون على صورة الله ومثاله. هذه الصورة بعد أن تشوهت لعدة أمور أتانا السيد المسيح بنعمة أخرى، أن يجدد هذه العلاقة كأبناء مع الله تعالى، وبالتالي هذا التجديد هو مستمر لأننا بشر وضعفاء. هناك الروح القدس الذي يقوينا ويدعم بالأخير حضور الله فينا لكي نستمر على هذه الحياة، وبالتالي نصل إلى تلك اللحظة التي فيها نرى الله وجها إلى وجه، كما يقول بولس الرسول: أنتظر أن أنعطق من هذا الجسد لأشاهد وجه الله. أنت ذكرت سيدنا أنه إحنا خلقنا بنعمة ربنا يسوع المسيح على صورة الله ومثاله، لكن هذه النعمة التي أعطيت لنا وقت الخلق، خلق الإنسان وسقوطه في الخطيئة،
فقد هذه النعمة وأعطيت لنا من جديد بخلاص يسوع المسيح المخلص على الصليب. نعم. رجعت لنا هذه النعمة وأعطيت لنا. هلأ من هو المخلص بنعمة ربنا يسوع المسيح؟ هو من آمن بيسوع المسيح وبتجسده وموته وقيامته بالصليب المقدس. فمن لا يؤمن بهذا الشيء هل له النعمة؟ طبعا بما أن نحن مخلوقين على صورة الله. نعم. كل إنسان مخلوق على صورة الله في داخله هناك شوق لأن يعود إلى هاي الصورة الجميلة التي خلق فيها. نعم. طبعا من آمن واعتمد يخلص. وهذا هذا هذا الحديث تبع السيد المسيح في الكتاب المقدس. فالإيمان بيسوع المسيح يعطينا أن ندخل إلى هاي الحياة. هلأ كل من لم يعطى هذه الإمكانية نشأ للنعمة الإمكانية لأن يتعرف على المسيح ويؤمن فيه ويدخل في هذه الحياة التي بالأخير توصلنا إلى الله تعالى ترجعنا لأن نكون من جديد بشر أبناء الله تعالى. له بالأخير القرار وهذا اللي حكيناه بالأول كيف يعيش الإنسان قراره بالأخير كيف يعيش الإنسان بهذا الموضوع. ومن هنا منبلش نشوف كيف الإنسان باختياراته. هلأ الإنسان الذي لم يختار السيد المسيح ولم يعيش مع السيد المسيح بالأخير هو حاصل على النعمة لأنه مخلوق على صورة الله. كيف يعيش هذه النعمة من خلال دينه من خلال جماعته المؤمنة من خلال هذا بالأخير يجعله أن يصل أو لا يصل إلى حضور الله فيه. في كتير ناس إن مش مسيحية ولكن بتشوف فيهن حضور الله. نعم. من خلال علاقتهم من خلال حديثهم من خلال عطائهم من خلال حتى مثلهم في مكان عملهم أو في أي مكان آخر يستطيع الإنسان فعلا أن يشاهد حضور الله فيه حتى لو هو مش مسيحي. وبولس بحكي فيها كل واحد عنده شريعة هاي الشريعة أعطيت من الله كيف نتعامل مع هاي الشريعة. الذين لا يؤمنون شو يعني أن مصيرهن جهنم؟ لا أن أيضا مدعوين للخلاص إلى أن يكتشفوا هذا الخلاص بإيمانهم بيسوع المسيح. نعم. وهنا هاي النعمة اللي هن لازم يفتشوا عليها عشان يقدروا يعيشوها وبالتالي ينتقلوا إلى المرحلة الأخرى ليكونوا مع المسيح. نعم. أحيانا التراخي في إعطاء المعلومة أو إعطاء التعليم أو إعطاء الإرشاد. مثلا نعطي مثلا الصوم مش إجباري لما منقول يعني الكهنة بقول لكنه هذا إشي مش إجباري لكن الصوم نحن بناء على صوم السيد المسيح لأن ما نذكر بالكتاب المقدس إنه لازم تصوموا عشان تخلصوا لازم كذا. في كتير قراءات وآيات في الكتاب المقدس إنما هذا الجيل ما إله إلا الصوم والصلاة فالصوم يسوع المسيح مع أنه مش بحاجة إلى الصيام صام بس ما قال لنا أنه صوموا. التلاميذ لما كان الشعب اليهودي صايم قال له أنت تلاميذك مش عم صايمين قال لهم كيف بدهم يصوموا ما دام العريس معهم. وكان هاي قراءة الأسبوع الماضي لكن متى ما رفع لهم العريس يعملوا اللي بدهم اياه بدهم يصوموا كذا فما لم يعطوا انه فريضه او واجب او كذا. الجيل الحالي الشباب بطلوا لا يصوموا ولا يحفظوا لسانهم ولا يحفظوا قلبهم وراحت الشغله. بيجي الموسم الزمن الاربعيني سيدنا لا بتذكروا انه في صيام ولا بتذكروا في جمعه محرم علينا ناكل اللحوم ولا بتذكروا حتى الامهات صاروا ليه لانه عم بيسمعوا الشباب من الكنيسه او من الاباء الكهنه لما بيخففوا عن الناس عن موضوع الصيام بيخففوا عن الناس لا كل اللي بدك اياه مش مهم انه تصوم عن الشوكولاته صوم عن السوشيال ميديا صوم عن مثلا العمال الدخان ساعتين زمان صوم كذا. غير مفهوم الصوم من الاكل الى اشياء مثلا عم بتمارسها الكنيسي عندما رتبت كل موضوع الصلاه والصوم وما الى ذلك حتى القداس الالهي
ما كان موجود في الكتاب المقدس، كان العشاء الأخير، ومن هناك انطلق ما يسمى القداس أي الذبيحة. نعم. طب منين أجانا القداس؟ طلبات سلامية ودورة وبعرف إيش. إذن على أساس الكتاب المقدس، على أساس بعض الآيات من الكتاب المقدس، تم ترتيب القداس الإلهي على أساس كلمات تخص الصيام، إن كان المسيح الذي لم يكن بحاجة أن يصوم ولكن صام بطبيعته البشرية لكي يعطي للإنسان المؤمن مسيري في الصوم، أنت تجرب، أنت تجرب بهذه الأشياء، وعشان تقدر تتغلب على هذه الأشياء يجب أن تصوم، يجب أن تجلد نفسك، يجب أن بإرادتك تتخلى عن هذه الأمور. إذن بناء على الكتاب المقدس وما علم السيد المسيح، أجت الكنيسة ورتبت موضوع الصيام، كما رتبت عدة أمور أخرى، كما رتبت الكتاب المقدس، لائحة الكتاب المقدس. الكنيسة طبعا الكنيسة بشكل عام نحن بنحكي رتبت هذه الأمور، وبالتالي الصيام هو نظام داخل الكنيسة، والكنيسة هي حاصلة على هذه النعمة اللي تعطيها للبشر بالضبط. هلا في نظام، هلا التراخي في اتباع هذا النظام في الصيام، يعني الصوم الكامل عن المأكل والمشرب من 12 الظهر من 12 المساء، يعني نصف الليل الى نصف النهار الظهرية، هذا نظام. الانقطاع بشكل كامل عن اللحوم وكل المشتقات الحليب كل فترة الصيام، قضية السمك ومش سمك، صاروا يحللوا مش يحللوا، بس هذا كائن يعني، كمان حتى بهذه الأمور صرنا نأخذ ونعطي فيها. صيام موجود، إرادتك حكينا عنها، كيف أنت عم بتعيش هذا الشيء بإرادتك؟ هل تختار هذا الشيء أم تختار الشيء الأسهل؟ وإذا رحت الشيء الأسهل معناته حتى الثمرة اللي راح تأخذها من هذا الصيام مش راح تكون فيها نتيجة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس: لننفتح على نور يسوع ولتساعدنا العذراء أن ننظر لبعضنا بمحبة. جلالة الملك يشارك في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لأهل غزة. الكاردينال بتسابالا يلتقي برعية جبيها وفعالياتها من الشبيبة والكشافة. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يشدد على تعاون الآباء الكهنة لحل الخلافات العائلية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursajo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.